السلام عليكم. تحديث الوان يو اي 6.11 سامسونج تكشف أخبارا سارة للهواتف القديمة من 2022. في حين أن الأخبار الكبرى في صناعة التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة قد تمحورت حول إطلاق هواتف الجوجل بيكسل 9 برو، جوجل بيكسل 9 برو اكس ال، وأيضا الجوجل بيكسل 9، فضلا عن وصول الآيفون 16 من أبل، إلا أن شهر سبتمبر قد بدأ بشكل ممتاز لعشاق سامسونج، فقد أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن بدء طرح تحديث الوان يو اي 6.11 بشكل نهائي. هواتف سامسونج القديمة التي استحصل على تحديث الوان يو اي 6.11 كانت النسخة الأخيرة من تخصيص سامسونج لنظام اندرويد، قد ظهرت لأول مرة مع هواتف الزيفولد 6 والزيفليب 6، وهي الآن تنتشر لتشمل أيضا هواتف الاس 24 والتي بدأت تدريجيا في تلقي التحديث عالميا. ومع ذلك أثار جدل بيان حديث نشر على موقع samsung.com قبل أيام قليلة، حيث أعلن عن توفر الوان يو اي 6.11 وذكر فقط الهواتف المتوافقة مثل الاس 23 والاس 23 اف اي والزيفولد 5 والزفليب 5 وسلسلة الجالكسي تاب اس 9 التي تم تقديمها وإطلاقها في عام 2023 دون الإشارة إلى أي أجهزة أخرى أو إلى أجهزة أخرى. هواتف سامسونج من عام 2022 ستتلقى أيضا الوان يو اي 6.11. لا داعي للقلق، حيث أكدت مصادر من سام موبايل أن معظم أجهزة سامسونج التي أطلقت في عام 2022 ستتمكن أيضا من الحصول على تحديث الوان يو اي 6.11. سيتضمن هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة المثيرة مثل موشن كليبر، بورتريت ستوديو، سكتش تو ايمج، بالإضافة إلى خيار جديد لإنشاء خلفيات متحركة من أي صورة في المعرض، وإنشاء جيف وملصقات من القصاصات، ومشاركة الملفات بشكل أسهل، وتحسينات في التبديل السريع بين وضع الصورة داخل الصورة والشاشة المنقسمة. لا توجد تواريخ محددة بعد، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر وقتا أطول للوصول إلى تحديث الوان يو اي 6.11 لأجهزة الاس 22 والزيفولد 4 والزفليب 4 وأجهزة الجالكسي تاب اس 8، وقد يتلقى بعضها خيارات محدودة، ومن المحتمل أن تواجه هذه الأجهزة تأخيرات في تلقي التحديث مقارنة بالهواتف الأحدث، مع احتمالية وجود بعض القيود في الميزات إذا كانت قوة المعالج تعيق الأداء. تجدر الإشارة إلى أن بعض هواتف 2021 تلقت تحديث الوان يو اي 6.1 بميزات محدودة، ولا يمكن تأكيد بعد إذا كان الوان يو اي 6.11 سيتوفر لأجهزة الاس 21 وغيرها من الأجهزة القديمة، ولكن من المحتمل أن يتاح ذلك في وقت لاحق، ربما في عام 2025. ما رأيكم أعزائي الكرام؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.